مرور زوين يرجع كره ديالو ايمانويل. ايمانويل عند بن عبيد. بن عبيد كيحافظ على الكره ديالو اختار رجل يمنى تجاه انور ترخات. ترخات يرجع كره ديالو خلفه. صراع هذه الجوله الذي ياتي من جانب فريق الجيش الملكي والوداد الرياضي. كره في اتجاه ايمانويل. ايمانويل ينزل الكره ديالو. عمليه ديال التمرير كانت جيده. مرور انطلاقه من ايمانويل. ايمانويل تمريره جانبيه ولكن في اخر المطاف هنالك تغطيه من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي ويحصلون في اخر المطاف على زاويه يقول الحكم. زاويه يقول الحكم. احمد حمودان من الجهه اليسرى كان في صراع قوي مع العملود. احمد حمودان وايوب العملود لاحظوا هنا عملود ما توقعش ان الكره غترتد بهذه الكيفيه. احمد حمودان او ما يعرف بالشاوني نسبه لمدينه شفشاون المدينه الجميله الزرقاء. كره اماميه محاوله ترجع مره اخرى لتكون من جديد لصالح فريق الوداد الرياضي. من انطلاقه تحضير بناء العمليه الهجوميه من الجهه اليمنى. شوفوا هنا المترابطات اللي كتجي من عناصر فريق الوداد الرياضي. جميل في المقابله والاكيد اللي غيستمتع بها الجمهور الكريم هو هذا الاداء وهذا الحركيه والانطلاقه من الجهه من لاعبي فريق الوداد صوب المعترك الدفاع ديال فريق الجيش الملكي وايضا من معترك دفاع فريق الجيش الملكي الى الدفاع ديال فريق الوداد الرياضي. وهذا امر كيخلينا ان نشوفوا كره متحركه اماميه تحت سامبو ولكن هنالك تقديم جانب الدفاع. ترخات تحضير بهدوء عناصر فريق الجيش الملكي. حناش سامبو 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 تصويبا ولكن هنالك عودة من العميد عودة من حريمات الذي تمكن من إزاحة خطر من كرة كان بإمكانها أن تكون في طريقة نحو المرمى في الوقت اللي نشوفه هنا سامبو والطريقة اللي صوب بها لكن كورته مشات مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. واحدة من الفرص اللي جات للوداد الرياضي في الخط الأمامي. الكره ديالو الحكم كيقول غادرات الخط الجانبي للملعب. تماس لصالح فريق الوداد. عادل رمزي المعطيات. عادل رمزي والمتابعه والمواكبه واجهه جديده بترسانه بشريه يبحث من خلالها لان يواصل المسير بعد الدوري الافريقي وايضا دوري ابطال افريقيا والان الواجهه الجديده والمنافسه المستمره وهي الدرع او المنافسه في البطوله الاحترافيه الوطنيه بحثا عن درع البطوله. كرة مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب. تماس 18 هجمة منذ انطلاقة المباراة للجيش الملكي يقابلها 11 هجمة لفريق الوداد الرياضي. كرة من جبران. جبران تحضير في خط الوسط. عملود العملود يبحث عن بناء عملية هجومية. كرة من جديد للوداد. خطأ يقول الحكم. خطأ يقول الحكم لصالح فريق الوداد الرياضي. عملود تعامل مع هكذا كرة يقوم بالادوار الدفاعيه وايضا يساهم على مستوى بناء العمليات الهجوميه. كره من الجهه اليمنى من حركاس البحث عن التمرير في الخط الامامي من الجهه اليسرى. هنالك يحيى عطيف الله الاستفاده من هذه الكره ولكن في اخر المطاف الى خارج الخط الجانبي للملعب. انطلق بالكره سريعا ذو 28 سنه اللاعب الذي كان يبحث عن الحل عن السبيل من اجل الوصول للكره الماضيه صاحب المشاركه رقم 12 رفقه المنتخب الوطني المغربي يحيى عطيف الله من الجهه اليسرى. شوفوا هنا الكره ديالو مباشره الى خارج الخط الجانبي للملعب. ترخات نيطت له المهمه على مستوى قياده الدفاع في هذا اللقاء امر ليس بالسهل بالمره بالنسبه لدفاع فريق الجيش الملكي. كره مره ثانيه تغطيه دفاعيه اشراك ترخات طول قامه خلى السامبو يكون الاسرع. كره لحمد الهوني. حمد الهوني التمرير مع تصبح هذه المره للمفيد. مفيد محمد يرجع كورته العائد من اصابه واللاعب الذي يصبو لتحقيق نتائج ايجابيه ذو 23 سنه
نتحدث عن محمد مفيد حينما كان لاعبا وحينما كان ايضا كنقول بانسجام كبير مع رضا سليم في احدى المواسم الماضيه. كره من جديد للوداد في اتجاه صامبو، لكن التغطيه الدفاعيه تعود من جديد لإيمانويل. إيمانويل في خط الوسط وإشراك في بناء هكذا كرات من جانب فريق الجيش الملكي عن طريق الحضور خط الوسط الآن من مفيد. مفيد ناجي، الناجي غير تماما الجهة اليمنى، الهبطي، الهبطي الانطلاقة والتمرير، الهبطي ينطلق يبحث عن التمرير بالفعل. إيكمان، إيكمان يواصل المسير، يرجع كورتو، كرة من حريمات، حريمات تمريرة ضائعة، حناش حمد الهوني ضائعة تصبح مرة أخرى الهبطي، الهبطي تمرير، المحاولة للمرور ولكن في آخر مطاف يعود منتصر، ينتصر لأخذان الكرة وينطلق من جديد لتكون للوداد. ما هذا الصراع، ما هذا الصراع، ما هذا الإيقاع المرتفع، ما هذه المحاولات التي نشاهد الآن بين الطرفين، بين فريق الوداد الرياضي وفريق الجيش الملكي التي تقدم لنا يعني محاولات جيدة ورغبة من كل طرف لأن يصل للشباك الخصم أولا. كرة من أرسن زولا، تحضير كورتو، يلعب أمامية في اتجاه من يحيى عطيت الله، يحيى عطيت الله يلعب كرة أمامية في اتجاه صامبو، صامبو الأسرع والدفاع تعود لحريمات العميد يبحث للحفاظ على الكرة، البحث عن التمرير، حريمات يمرر تمرير الجهة اليسرى، البحث عن إيمانويل، الانطلاقة بهذا الشكل بهذا الأسلوب من حمودان، الانطلاقة الأمامية، حمودان يستلم، دخول اختراق فرصة تمريرة والحارس في المكان المناسب، والحارس في المكان المناسب. 17 دقيقة، 17 دقيقة يظهر على أنه بإيقاع محاولات فرص سانحة السجيل، تعامل إيجابي. إذن نشوف هنا مطيع كرة من جديد مع ناصر فريق الوداد الرياضي، حركات نزل كورتو، اختار الجهة اليمنى العملود، العملود يرجع كرة ديالو للحارس، تحضير من جانب مطيع، زولا يلعب الكرة الآن الجهة اليسرى، بناء العملية الهجومية، كرة مرة أخرى من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي، امتداد عن الكرة طويلة في اتجاه حمد الهوني، نزل الكرة ديالو ريش اليمنى كان فيها تحكم جيد، احناش اخذ ورد بينه وبين حمد الهوني، رجع كرة لتكون من جانب عناصر فريق الجيش الملكي، ايمانويل، ايمانويل كيربح المسافة امامه في اتجاه احمد حمودان، حمودان رجع كرة ديالو للخلف ولكن صابو كان اسرع، انطلاقة هجومية من جديد لفريق الوداد الرياضي من منتصف الحتيمي الجهة اليمنى، البحث عن التمرير العرضي، عملية ديال المراوغة والحكم المساعد انشر الرايه ديالو في اللقطه الماضيه معلنا على مخالفه، بالفعل الحكم كيعلن على مخالفه لصالح فريق الوداد الرياضي الجهه اليمنى. لاحظوا هنا منتصر الحتيمي العمليه ديال المراوغه ديالو الماضيه امام احمد حمودان لرجع للقيام بمهام دفاعيه. هنا الطريقه ديال المراوغه من جانب منتصر الحتيمي، اذا ضربه خطا، ضربه خطا بطاقه صفراء لاحمد حمودان. كره من جانب فريق الوداد الرياضي، نلعب دقيقه 20 بعد 19 دقيقه من اللعب، تركيز على الكره الثابته ايضا كحل من الحلول. كره من جانب فريق الوداد، استعانة كوري جونيور سامبو، كرة ثابتة، مجموعة من لاعبي فريق الجيش الملكي يرجعون للمنطقة الدفاعية تأمين المرمى ديال الحارس مهدي بن عبيد، تنفذ هذه الكرة تصطد بالجدار، تعود من جديد بناء عملية هجومية مرتدة ولكن تغطية مرة أخرى جانب فريق الوداد الرياضي تيجي مطيع، انزال بكل هدوء من جانب مطيع، دراوي، جبران، مطيع،
موطيع يغير تماما شال يمنى حركاس استلم الكرة ديالو تمريرة أمامية سامبو سامبو قام تمريرة وضعية صعبة سقوط ديالو على مستوى رقعة الملعب مع ذلك حاول أنه يوصل الكرة الماضية حريمات عميد فريق جيش ملكي مرة أخرى كرة لصالح فريق جيش ملكي جال يسرى حمودان كيرجع للخلف شي يستلم مجموعة من الكرات في الوقت اللي كنشوفو إيمانويل إيمانويل يلعب الكرة ديالو مع الحارس مهدي بن عبيد بن عبيد يلعب كرة كل هدوء الآن كنشوفو المترابطات الصغيرة بين عناصر فريق الجيش الملكي اللي كتجيب هاد الكيفية ترخات أنور ترخات يرجع الكرة ديالو ناجي تغيير كلي للجهة اليسرى زوير مارور تمريرة أمامية الهبطي رأسية ولكن الأقرب من الدفاع وأيضا الحارس يوسف المتعب مقابلة يعني بهذا الإيقاع تيجي يحيى عطي طلع الجهة اليسرى أرسن حافظ على الكرة ديالو كرة أمامية بهذا الشكل أحناش كيستافد من الكرة ضاعت له حريمات عملية ديال إخراج كرة من خط الوسط كترجع من جديد عند زوير مارو تغيير كل الجهة اليسرى البحث الانسلالات أحمد حمودان كيرجع باش يستلم الكرة في المكان اللي كيكون فيه عادة لاعب إيمانويل والكرة مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب عادل رمزي متابعة لتفاصيل هذه المقابلة واقف منذ انطلاقة هذا اللقاء نفس الأمر نصر الدين نبي كرة أمامية اتجاه مفيد تغطية من جانب الدفاع دراوي شاف أحناش عملية ديال استلام كرة الهبطي كينطلق بهذه العملية الهجومية فريق الجيش الملكي والدخول داخل منطقة الجزاء المحاولة كانت من إيمانويل على مستوى التمرير الجانبي تغطية دفاعية كرة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب لاحظوا أن الانطلاقة الهجومية وإيمانويل الطريقة ديالو على مستوى قيم التمرير العرضي الجانبي كان كيبحث على لاعب إيجمان اللي كان في وضعية مثالية دفاع كيخرج الكرة ومباشرة للزاوية زاوية على يمين الحارس يوسف المطيع تنفذ داخل منطقة الجزاء والمطيع في المكان المناسب تقدير ديالو جيد الكرة يتمكن من إيقافها كل هدوء إذن كرة من جديد لفريق الوداد الرياضي من جبران جهة اليمنى البحث على اللاعب عملود ضاعت أحمد حمودان انطلاقة من إيجمان رجعت مرة أخرى من ناجي جهة اليسرى بناء العملية الهجومية بهذا الشكل من جديد للجيش الملكي داخل منطقة الجزاء أحمد حمودان إيجمان قوية هذه قوية من جانب فريق الجيش الملكي داخل منطقة الجزاء الانطلاقة التحول من خط الوسط إلى خط الهجوم مع التمرير مع دخول أحمد حمودان هي كرة كانت بهذه الطريقة صوب حمزة إيجمان اللي لمس الكرة شفت مباشرة فوق المرمى بسنتيمترات قليلة بهذا الأسلوب جيش الملكي الوداد الرياضي صراع مستمر دوكة الاحتياط من فريق الجيش الملكي ومتابعة دقيقة لمجريات هذه المقابلة كرة جهة اليمنى العملود إيمانويل يرجع كرة ديالو مارور صوب الحارس
مهدي بن عبيد قطع الكره في الخط الوسط هابطي حكم كيدخل كيقول هنالك مخالفه مخالفه لصالح فريق الجيش الملكي تحدث بسرعه مفيد كره اماميه دخول داخل منطقه الجزاء جبران يخرج كره لا تزال من جانب فريق الجيش الملكي مفيد يرفع كره داخل منطقه الجزاء والحارس مطيع في المكان المناسب استلام الكره بهذا الشكل ذكرنا بانه صراع الموسم الماضي كان بين الطرفين في الجوله التاسعه 3 أهداف مقابل لا شيء مباراه ديال الذهاب و1-0 في مباراه الاياب الكره الان مطيع مطيع كيزيد بالكره ديالو للامام اختار اماميه اقرب مفيد ينزلها بالصدر رجع الكره ديالو صوب الحارس مهدي بن عبيد بن عبيد عمليه هجوميه من جانب فريق الوداد الرياضي كانت ستكون من حمد لوني اللي انطلق بسرعه من الجهه اليمنى اخر ما تعطى شي كره للتماس اذا الكره لصالح فريق الوداد الرياضي 26 دقيقه لمرات نلعب دقيقه 27 0 مقابل 0 كره من جبران جبران منتصر الحتيمي منتصر منتصر كيدخل بالكره ديالو البحث عن التمريره في اتجاه جبران جبران كيراوغ يبحث عن التصويب تمريره ولكن ما مراتش كانت عمليه هجوميه كانت محاوله للتمرير صوب يحيى عطيت الله ولكن تغطيه من جديد من جانب فريق الجيش الملكي يكمان يلعب هذه الكره في اتجاه احمد حمودان احمد حمودان عمليه الاستلام حكم المساعد شهر رايه معلنا على تسلل تسلل من سبب تسلل لحكم شهر الرايه ديالو بعد ما تقدم سنتيمترات خطا الامامي لاعب احمد حمودان يحيى جبران عميد فريق الوداد الرياضي كره من الجهه اليسرى انطلاقه هجوميه تنطلق من الدفاع كره عند حارس مطيع غير تماما جل يسرى ارسن نعم كره ديالو حركاس جمال مرور سلال بحث من اجل الاستمرار ولكن الحكم المساعد شار رايا معلنا على ان الكره غادرت الخط الجنوبي للملعب شوفوا هنا سقوط على مستوى رقعة الملعب وهنا بطاقة صفراء اللي كتجي بهذا الشكل لاحظوا هنا التدخل الماضي تدخل ديال العميد حيمات في حق جمال حركاس نتمنوا ما تكونش إصابة مؤثرة إذا دائما مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في متابعة هذه المقابلة التي تأتي بين فريق الوداد الرياضي وفريق الجيش الملكي صراع بين الطرفين ضمن الدوري الاحترافي نتيجة 0-0 مع تسجيل محاولات هجومية من جانب الطرفين مع كرة الوداد تنفاذ أمامية الإنزال بهذه الطريقة ولكن ناجي كيبعد الخطورة حمد الهوني قام بإبعادها جبران قطع الكرة منتصر الحتيمي كانت بعيدة عليه بعض الشيء اعتماد على كرة في الخط الأمامي بحثا عن اللاعب أحمد حمودان الحكم كيقول هنالك تسلل علي رمزي المتابعة شوفوا هنا اللقطة نعود من التسلل ديال أحمد حمودان لاحظوا الموضوع ديالو تارة في الجهة اليسرى من جانب فريق الجيش الملكي وتارة كيدخل الخط الوسط كرة من إيمانويل رأسية الأقرب حركاس كيترك الكرة تغادر مباشرة إلى خارج خط جنوبي الملعب نصف ساعة من اللعب 0-0 لحظات وصل مع الرجل إلى آخر ربع ساعة متبقية على نهاية الوقت القانوني الجولة الأولى
كرة الوداد محظوظ الجماهير هنا بمدينة القنيطرة. تنفذ هذه الكرة في اتجاه سامبو، رجع الكرة ديالو الخلف لاملود حركاس مطيع يلعب كرة أمامية ترخات كيدخل خط وسط من جديد لفريق الجيش الملكي حريمات، يعيد الكرة لزوير مارور، إعادة الكرة الدفاع والبحث على الكرات اللي ممكن أن تبنى من القاعدة الأولى من الدفاع مرورا بخط وسط وصولا للهجوم. كرة من زوير يلعب كرة ديالو ترخات مارور حافظ على كرة بن عبيد كرة في خط وسط إيمانويل ضيعة جبران تعود لترخات يلعب الكرة ديالو مفيد الجهة اليمنى الهبطي كي يحافظ على الكرة ديالو ورجع للخلف ناجي في خط وسط زوير مارور كي يغير تماما في اتجاه ترخات هنا كرة أمامية إيكمان مشى الكرة ديالو عملية ديال السلام رجع للخلف لامطي كينطلق بحث عن سويبا داخل منطقة الجزاء والحارس المطيع يبعد هذه الكرة مباشرة إلى الزاوية. محاولة هجومية كانت من زكريا لامطي اللي حاول ما أمكن أنه يأطر الكرة ديالو بهذا الشكل هذا داخل منطقة الجزاء. نشوفوا هنا العملية الهجومية من جديد لصالح فريق الجيش الملكي انطلاقة من الجهة اليمنى ترخات الحكم كيقول وصل اللاعب تمريرة داخل منطقة الجزاء محاولة فرصة تغطية وإيكمان كان قريب من الكرة الماضية سقوط داخل منطقة الجزاء الحكم كيقول وصل اللاعب كرة من جديد للوداد كرة عند دراوي يلعب كرة ديالو العملود يقوم تمرير الإنزال من ناجي رجع للجهة اليسرى في اتجاه حريمات انطلاقة ديال العملية الهجومية الآن من جانب فريق الجيش الملكي عن طريق خالد أيتور خان الجهة اليسرى حريمات يحافظ على كورتو تمريرة أمامية ولكن تغطية من جانب الدفاع أحناش كينطلق بالكرة ديالو عملية هجومية الجهة اليمنى البحث على التمرير في العمق ولكن في آخر مطاف تغطية ديال اللاعب زوير مرور نشوفونا اللقطة نشوفونا التدخل الماضي سقوط اللي كان داخل منطقة الجزاء لأحمد حمودان لاعب سريع في الوقت اللي الكرة مشات مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب لصالح فريق الوداد الرياضي. حمزة فريق الحكم الذي يقود هذه المباراة إذن تماس لصالح فريق الوداد ينفذ تماس تلعب الكرة زولا أرسن يغير تماما في اتجاه منتصر الحتيمي حافظ على الكرة ديالو بخارج قدم داخل منطقة الجزاء الإنزال بهذه الطريقة اتجاه حمودان بالرأس انطلاقة من خالد أيتور خان في اتجاه إيكمان يغير كورتو اعتماد على انطلاقة هجومية حمدلوني سرعة من الجهة اليمنى جمال حركاس في آخر مطاف إلى خارج الخط الخلفي للملعب وضربة مرمى يقول الحكم. إذا ضربة مرمى لصالح فريق الجيش الملكي تنفاد هدوء كتعمل الكرة أمامية أحمد حمودان كان في اتجاه خالد أيتور خان ولكن هنالك أرسن زولا في مكان مناسب اللي قام بتغطية ديالو رجعت كرة عند جبران أرسن زولا كيغير تماما الجهة اليسرى تلقى ويدادية عن طريق يحيى عطية الله كيطلق بالكرة ديالو الدفاع نحو الأمام والحصول على مخالفة كرة لصالح فريق الوداد الرياضي مخالفة للوداد تدخل ديال اللاعب الهبطي أمام يحيى عطية الله
ضربة خطأ لصالح فريق الوداد الرياضي. مجموعة من اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي كلهم رجعوا للخلف لتأمين المنطقة الدفاعية لفريق الجيش الملكي. مجموعة من لاعبي فريق الوداد مدافعين نحو الأمام جانب من الحضور جانب من الجماهير التي تتابع هذه المباراة. مهدي بن عبيد إذن في انتظار التنفيذ. الحكم يقوم في حساب. شوفونا حنا في مكان مناسب غادي يعطي الامطار القانونيه الجدار ديال فريق الجيش الملكي. حنا شي سعيد للتنفيذ. وثلاثين دقيقة حوار محمد نصر الدين نبي مع الحكم الرابع لهذه المباراة الحكم محمد علام. الصورة تابتوسي الذي يقود فريق الجيش الملكي. ضربة خطأ الكرة ثابتة لاعبان اثنان خلف هذه الكرة. يحيى عطية الله يفسح المجال لحناش. حناش يستعد للتنفيذ. ترفع لكرة داخل منطقة الجزاء والحارس في المكان المناسب المهدي بن عبيد يتمكن من إيقاف الكرة. نتمنى ما تكونش إصابة مؤثرة. عملية هجومية سقوط داخل منطقة الجزاء سقوط حارس مرمى فريق الجيش الملكي. لاحظونا حناش لعب كرة دائرية كانت محاولة ديال أيوب العملود للوصول الكرة الماضية لم يتمكن من ذلك أمام هذا التدخل من جانب الحارس مهدي بن عبيد. لاحظونا سقوط بهذا الشكل نتمنى ما تكونش إصابة مؤثرة. أجواء يعني هنا بمدينة قنيطرة يعني أجواء جميلة جدا. مقابلة بين فريق الوداد الرياضي وفريق الجيش الملكي. وكنلاحظونا اللقطة ديال التصويبة اللي مشات بهذا الشكل الزاوية البعيدة على طيب أباب رجل اليسرى. كرة ديالو مشات مباشرة تدخل ديال الحارس. 25 سنة لاطيس مسابق صوب فريق الرجاء الرياضي. نشوفوا هنا الإصرار. إذا نتمنى ما تكونش إصابة مؤثرة. سيناريو مستمر تنافس مستمر متابعة جماهيرية لإعطاء هدف خاص لمباراة اليوم ولمقابلة اليوم. نصف ما يحدث هنا داخل رقعة الملعب الملعب البلدي بمدينة القنيطرة. إذا يعود لإتمام تفاصيل هذه المباراة الحارس مهدي بن عبيد. كرة من جانب فريق الجيش الملكي. مفيد ترخات يرجع كرة ديالو الحارس بن عبيد. بن عبيد كيحافظ على الكرة ديالو يبحث عن التمرير. آخر مطاف كيختار إيمانويل. إيمانويل كينزل الكرة. كرة مرة أخرى لفريق الجيش الملكي. كرة من جديد للجيش الملكي داخل منطقة الجزاء. محاولة فرصة تغطية ومحاولة تصويبة ولكن لا تزال كرة داخل رقعة الملعب. الإنزام الهبطي الهبطي كينزل الكرة ديالو. الهبطي كيرجع الكرة لمفيد. مفيد كيرفع كرة دائرية داخل منطقة الجزاء البحث عن متمم العملية الأقرب هنالك منتصر الحتيبي. ضاعت الكرة بسرعة رجعت من جديد الجيش الملكي البحث على تمريرة في العمق لكن تغطية الوداد. أخذ ورد في الكرة الماضية. دفاع من فريق الجيش الملكي مستمر. كرة عن ترخات. تغيير كلي لخالد
أرخان يرجع كرة ترخات خط وسط حريمات حريمات زوير مارور مارور دفاع ديال فريق الجيش الملكي في هذه اللحظات وعودة ديال عناصر فريق الوداد القيام تأمين الخطأ الدفاعي أنوار ترخات كيطلق بهذه الكرة مفيد مفيد كيختار كرة أمامية في اتجاه الهبطي الهبطي كيحافظ على كورتو المراوغة والمرور كيرجع كرة لترخات أخذ ورد بين لاعبين في آخر مطاف كيصبح الفريق الوداد وإبعاد الخطورة من العرض الناشئ الذي يزيح كل خطر ممكن وينهي تفاصيل الكرة الماضية لاحظوا هنا المحاولة اللي جات داخل منطقة الجزاء إذن كرة لصالح فريق الوداد الرياضي كرة في تماس يحيى عطيت الله يستعد لتنفيذه 4 دقائق متبقية على نهاية الوقت القانوني الجولة الأولى نصر الدين النبي وعادل رمزي والتفكير أكيد أنه مستمر متواصل لإيجاد الحلول إيجاد السبيل من أجل الوصول أكثر لمرمى الخصم كرة تلعب خط وسط حريمات غير تماما شال يسرى إيمانويل ناجي رجع كرة الدفاع مرور مرور كيختار في اتجاه ترخات حاول جلب لاعبي فريق الوداد الرياضي من طرف فريق الجيش الملكي الآن نلعب آخر 3 دقائق متبقية على نهاية الوقت القانوني للجولة الأولى نتيجة 0-0 بين الطرفين كرة أمامية حناش نزل كرة انطلاقة هجومية من الجهة اليسرى وفي آخر المطاف إلى خارج الخط الجانبي للملعب كرة في تماس لصالح فريق الوداد هدوء التعامل مع هذه الدقائق عدم التسرع والبحث على الحلول للوصول لمرمى احد الطرفين سواء يوسف مطيع او نادي بن عبيد بدايه لبدال العمليه الهجوميه من الجهه اليسرى عن طريق من يحيى عطيت الله تمريره مباشره صوب الحارس لعبت الكره بتمريره مصيبه في نفس الوقت حريمات إيغمان تمريرة جانبية للجهة اليسرى البحث على أحمد حمودان ولكن الأقرب هنا لك جمال حركاس كيستافد من هذه الكرة رجع للخلف يحيى جمران كينزل الكرة ديالو عطيت الله حمد لوني لاحظوا التمريرات قصيرة بين عناصر فريق الوداد الرياضي كرة في دفاع تغيير كلي في اتجاه منتصر منتصر الحتيبي دفع كرة ديالو الأقرب الهبطي الهبطي تمرير أمامية كرة للجيش الملكي عملية الانطلاقة البحث على الانسلال من جهة يبحث عن الانسلال من الجهة اليسرى يبحث عن التمرير تعود لحناش حناش جبران جبران حمد الهوني حمد الهوني لحناش حناش يحافظ على الكرة ولكن بعد تدخل الناجي اللي تمكن من تأطير الكرة الماضية تمكن من الحصول على الكرة الماضية عربي الناجي كرة من جديد حمد الهوني حمد الهوني ينطلق حمد الهوني يبحث عن التصويب والتمرير يختار التمرير يحيى جبران جبران كرة أمامية في اتجاه منتصر الحتيبة ولكن الأقرب الأقرب هو الخط الخلفي للملعب الأقرب هو الخط الخلفي للملعب شوفوا متابعة من جانب المدرب نصر الدين نبي الوقت اللي هنالك 4 دقائق وقت بدل ضائع 4 دقائق وقت بدل ضائع في مباراة كلاسيكو بين فريق الوداد الرياضي وفريق الجيش الملكي في مباراة قمة إن صح التعبير
بين الطرفين. صحيح أنا لم تبع بكامل أسرار لحد الساعة، ولكن هنالك ندية، هنالك محاولات، هنالك أيضا رغبة جادة للتسجيل. كرة عند حارس مطيع، مطيع مطيع سولا يلعب كرة أمامية سامبو إنسان من زوير مارو والاستفادة من الكرة من دراوي، دراوي اتجاه حمد الهوني، حمد الهوني ينطلق بهذه الكرة تمريرة اتجاه دراوي، تمريرة داخل منطقة الجزاء. البحث عن متمم العملية، رجعت مرة ثانية لتكون من جانب أيوب العملود، تحضير من أحمد حمودان وتهيئ من خالد الفرخان، انطلاقة مرة أخرى ومباشرة صوب الحارس المطيح. مباراة أكيد أن الخطأ فيها سيكون مكلف، الخطأ فيها سيكون مكلف، الشيء اللي ممكن أنه يعطينا هدف. كرة في خط الوسط جبران، رجع كرة ديالو زورا أرسن، ينطلق بهذه الكرة ديالو في اتجاه حمد الهوني. تمريرة ضائعة، نجمة مرتدة مضادة انطلاقا من خالد الفرخان، يختار على الجهة اليسرى البحث عن أحمد حمودان ويبعد الخطر من شمال حركاس الذي يزيح الكرة ويزيح الخطر على معترك فريق الوداد الرياضي. خطأ في التمرير في المنطقة الدفاعية الذي تسبب في عملية هجومية لفريق الجيش الملكي الذي كان يبحث من خلالها أحمد حمودان للاستفادة من الكرة الماضية. كرة خارج الخط الجانبي للملعب، تماس لفريق الجيش الملكي. تنفذ كرة إيمانويل، يرجع كرة ديالو حريمات عربي الناجي، ناجي يرجع الكرة لمارور، مارور تمرير ديالو في خط الوسط مع حريمات، حريمات مارور، مارور يرجع كرة لحارس بن عبيد، اختار كرة تيجي الهبطي في خط الوسط، كيستافد من هذه الكرة، كيقوم بالمراوغة ديال حمد الهوني. انطلاقة هجومية، كرة في اتجاه إيمانويل، تغطية من حناش دراوي الأسرع، منتصر الحتيمي ينزل الكرة ديالو، تمريرة أمامية، عملية هجومية هنا الجهة اليمنى من جانب حناش، ضاعت دراوي تمكن من إعادة الكرة بشكل سريع، عزمة مرتدة مضادة من جانب فريق الوداد الرياضي، انطلاقة هجومية، محاولة على مستوى الخط الأمامي، البحث عن التمرير، كرة من جانب فريق الوداد تعود من جانب جبران حمد الهوني خط الوسط، يندفع الوداد الآن في بناء عملية هجومية. كرة لحمد الهوني انزل بهذا الشكل، حمد الهوني يرفع كرة صوب سامبو، راسية ممتازة، سامبو اللي كان يبحث لتعطير الكرة الماضية نحو الخشبة الثلاث، لكن يظهر على أنها كرة جات إلى خارج الخط الخلفي للملعب، ضربة مرمى. شوف هنا رفع الكرة بهذه الطريقة، حمد الهوني رفع هذه الكرة، كان مضايق، كان مضايق سامبو، الشيء اللي خلى الكرة الماضية تمشي بتلك الكيفية. أربع دقائق أضاف الحكم، نسير نحو نهاية الوقت بدل ضائع. جولة أولى تابعناها بندية، ماذا هناك حوار يجي ما بين حمزة الفارق وغرفة الفار فيما الجماهير في المدرجات بهزيج لم تنقطع قبل وأثناء المباراة. تمحيص إذن للعملية الهجومية الماضية، ننتظر كما ينتظر حكم المباراة حمزة الفريق، حوار مع ياسين بوسليم وعبد الله شطو. إذن الحكم سيذهب لمشاهدة شاشة الفار، الحكم سيتوجه لشاشة الفار لمعاينة اللقطة الماضية ولمتابعة اللقطة الماضية. إذن سنتابع، نشوف هنا اللقطة
سامبو وسط لاعبين اثنين، عملية للوصول الكرة، يطلب الإعادة ويطلب هذه اللقطة. شوف هنا هذه المحاولة كانت فيها لمسة أم لا، هكذا الحكم من زاوية أخرى يرصد. إذن هذه اللقطة ويتابع في هذه اللحظات. إذن حمزة الفارق في حوار مع حكم أو مع حكام الفار ياسين بوسليم وأيضا عبد الله شطو. حمزة الفارق يأخذ الزاوية الأولى ثم طلب الزاوية الثانية. الآن شوف هنا القرار النهائي، القرار النهائي من حكم المواجهة حمزة الفارق. صراع وسط لاعبين اثنين، عملية الإبعاد من ترخات جاءت بهذا الشكل. إذن الترقب، حمزة الفارق الآن خرج بقناعة. حمزة الفارق يتجه لتوجيه بطاقة صفراء لمدرب فريق الجيش الملكي محمد نصر الدين نبي، ويعود للسيناف مشاهدة اللقطة الماضية للخروج بقرار جازم عن هذه العملية الهجومية من جانب فريق الوداد الرياضي اللي شاهد داخل منطقة الجزاء بهذه الكيفية. يزال حمزة الفارق والآن خذ القرار يتوجه إلى رقعة الملعب. سنتابع إشارة الفار. نعم، ويقر بضربة جزاء، إشارة الفار ويقر بضربة جزاء لصالح فريق الوداد الرياضي المستشد الذي يأتي في الأنفاس الأخيرة عن نهاية الشوط الأول من مباراة اليوم. العملية الهجومية، سامبو جعل لاعبين داخل منطقة الجزاء في موقف صعب، واللمسة اعتبرها الحكم يعني لمسة داخل منطقة الجزاء، شو اللي خلى الإعلان يجي الآن على ضربة جزاء. ترخات وأيضا زوير مرور هما جوج اللاعبين اللي كانوا هنا في هذه الوضعية. تابعوا اللقطة، زوير مرور وقع في المحظور وضربة جزاء لصالح فريق الوداد الرياضي. الآن شوفوا اللقطة من زوايا أخرى، سامبو كان يسير للكرة الماضية. إذن القرار يأتي من الحكم حمزة الفارق معلنا عن ضربة جزاء والمستجد في آخر أنفاس الجولة الأولى. ذكر حكم مضاف 4 دقائق. ضربة جزاء لصالح فريق الوداد. مجموعة من لاعبي فريق الجيش الملكي في احتجاج. حمزة الفارق حوار مع أنور ترخات. إذن يعلن الحكم عن ضربة جزاء لصالح فريق الوداد الرياضي. ينبري لهذه الكرة يحيى جبران، يحيى جبران يحيى جبران يستعد، وضع الكرة ديالو، رجع للخلف، لحظة تركيز، لحظة تركيز من جانب يحيى جبران. عميد فريق الوداد يتقدم للأمام الآن، يصوب والحارس يصدها. مهدي بن عبيد، مهدي بن عبيد يظهر من جديد ويزيح هدف كان بإمكان أن يكون للوداد مفيد. كرة لعبت، كرة لعبت من نقطة الجزاء. بن عبيد يستأسد، بن عبيد يزيح الخطر، يزيح الكرة الماضية ويعيد المباراة لصفر مقابل صفر. ما أصعب لحظات اللقطة الماضية كانت قوية، كان مستجد الإعلان عن ضربة جزاء. جبران
كان يرغب في وضعها في الشباك، لكن بن عبيد ازاح الخطر الماضي، كره مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. الحكم يقول اعاده تنفيذ ضربه جزاء، سنتابع هذا هو المستجد. نعم اعاده تنفيذ ضربه جزاء. إذن سنتابع اللقطة الماضية، نشوف هنا القرار حمزة الفارق، إعادة تنفيذ ضربة جزاء، هذا هو المستجد الآن، إعادة تنفيذ ضربة جزاء. نشوف هنا خروج ديال بن عبيد، قانون واضح يجب أن يبقى على الأقل قدم على الخط. سقط في المحظور بن عبيد في اللقطة الماضية. إذن يجي قرار من حمزة الفارق يقول إعادة تنفيذ ضربة جزاء. توجيه بطاقة صفراء تأتي في هذه اللحظات. شوف هنالك على ما يبدو جماعة حركيس، نعم وقبلوا هابطي. إعادة تنفيذ ضربة جزاء. يحيى جبران مهدي بن عبيد، يحيى جبران يتقدم ويسجل هدف واحد مقابل شيء لصالح فريق الوداد الرياضي، 1-0 هنا بمدينة القنيطرة. يحيى جبران يضع الكرة في المرمى بعد أن حاول وضع الكرة في ضربة الجزاء الأولى ما تمكنش، في ضربة الجزاء الثانية يتمكن من وضعها ببراعة. ونشوفوا اللقطة التالي، هتشي كرة بهذا الشكل، لاحظوا هنا لعبها بكل هدوء، لعبها بكل ثقة. 1-0 للوداد، تقدم في مباراة اليوم في الأنفاس الأخيرة على نهاية الشوط الأول من عمر هذه المباراة. كرة للجيش الملكي، الانطلاقة الهجومية من الجهة اليسرى أحمد حمودان، الإنزال يبحث عن المرور أحمد حمودان، تمريرة داخل منطقة الجزاء للجيش الملكي وهي في اتجاه إيغمان، التغطية لحمد الهوني، ينطلق حمد الهوني، تمريرة في اتجاه سامبو عملية إخراج الكرة الماضية، يعود حمزة إيغمان في اتجاه الهبطي، تمريرة أخذ ورد بين عناصر فريق الجيش الملكي، كرة في اتجاه مفيد ولكن في آخر مطاف إلى خارج الخط الجنوبي للملعب. كيلعبوا بسرعة عناصر فريق الجيش الملكي، كرة الحريمات يحافظ على الكرة ديالو، يرجع كرة في اتجاه إيغمان يحاول ما امكن انه يقوم بتمريرة في آخر مطاف إلى خارج الخط الخلفي للملعب، زاوية لصالح فريق الجيش الملكي. 1-0 نتيجة مسجلة من نقطة الجزاء، كيتمكن من وضع الكرة اللاعب يحيى جبران، كرة الجيش الملكي تنفى داخل منطقة الجزاء، محاولة تعود من جديد من الجهة اليسرى، البحث على أحمد حمودان، ضعف له هجمة مرتدة مضادة، والحكم في هذه اللحظات يعلن على نهاية تفاصيل الشوط الأول بالنتيجة معروفة، هدف واحد مقابل شيء، تقدم فريق الوداد الرياضي على حساب فريق الجيش الملكي من نقطة الجزاء، الهدف اللي تمكن من وضعه في الشباك اللاعب يحيى جبران اللي سجل الهدف ديال التقدم لفريق الوداد الرياضي. إذن هذه هي المعطيات اللي تابعنا من خلالها، يعني تفاصيل الجولة الأولى من هذه المباراة بين الفريقين. مقابلة كانت قوية، كانت شيقة، مقابلة كانت أكيد أنها مثيرة، فانتظار إذن الشوط الثاني من هذه المباراة. إذن هذه هي الإحصائيات اللي أودعكم، ألقاكم مشاهدي الكرام مع انطلاقة الشوط الثاني، محمد عدل يحييكم، ألقاكم مع بداية الجولة الثانية إلى اللقاء. agencedirect.ma فتحوا حسابكم بالمجان و 100% في الانترنت. إذن فريق الوداد عرف كيف يخرج فائزا في هذا الشوط الأول من كلاسيكو الدوري المغربي، 1-0 بين
الجيش الملكي والوداد الرياضي الهدف الذي جاء في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء بعد تدخل تقنية الحكم المساعد الفار في المناسبة الأولى لإعلان ضربة الجزاء والمناسبة الثانية لإعادة تنفيذ ضربة الجزاء. ويحيى عطية يحيى جبران العميد يمنح التقدم للوداد 1-0 إذن في هذا الكلاسيكو. مشاهدينا ومتابعينا أهلا بكم من جديد. محمد سهيل عبد الواحد الشمامي أهلا بكما من جديد. إذن شوط أول ربما كان فيه الاستحواذ أكثر لفريق الجيش الملكي، لكن ربما ذكاء وخبرة لاعبي فريق الوداد كانت علامة فارقة في شوط عرفة. كيف يتعاملون مع مجريات الشوط الأول وخرجوا فائزين في هذا الشوط؟ شوف كرة القدم معروفة ولات معروفة ملي تكون مسيطر وتضيع عارف انك غتستقبل. فريق الجيش الملكي بكل صراحه ربما قبل ضربه الجزاء كان هو المتسيد لانه خلق فرص رغم انها قليله ولكن فرص خطيره. فريق الوداد الرياضي ما لقاش الذات ديالو، ما لقاش هذاك اللعب ديالو، ولكن كما تكلمنا الكره في بعض الاحيان راه ما تتنصفش اللاعب الفريق اللي تيكون مزيان، ولكن كانت ضربه جزاء اللي جات اللي عطات السبق للفريق الوداد الرياضي. لكن هذا لا يعني انه كيف قلتي الكره لا تنصف الفريق اللي كاين مزيان، هذا لا يعني ان فريق الوداد ما كانش مزيان، فهذا حد ذاته ان خطه دفاعيه فهي تدخل في انا تنتكلم على الفرص، كيف جاروا لاعبي فريق الوداد وخرجوا فائزين، فبالتالي هما الافضل من خلال النتيجه. لا ما تتكلم على الفرص، انا تنتكلم على الفرص لان الفرص كانت اكثر الفريق الجيش الملكي لانه اكثر من فريق الوداد الرياضي. فريق الوداد الرياضي حق مشروع لان ضربه جزاء راه هي داخله في اللعبه أكيد. يعني جاته بضربه جزاء خرج غيخرج ربما منتصر ربما تعطيه الثقه لانه البدايه ما كانتش بدايه جيده بكل صراحه لفريق الوداد الرياضي، وغادي غنشوفوا حتى في اللعب ديالو ما كانش لقى اللعب ديالو صحيح عكس فريق الجيش الملكي لأن كان متمركز جيدا في الملعب، خلق ثلاث كرات للإقامان جوج ديال الكرات اللي ربما خرجهم لاعب الحارس مطيع، وأيضا الهبطي اللي خرجها بصعوبة اللاعب الحارس مطيع. ربما هذه النسخة ديال طريقة لعب فريق الوداد شاهدنا في المباريات الأخيرة لفريق الوداد، كيف قال عبد الواحد أنه كانت الأفضلية بالفعل كانت لفريق الجيش الملكي من خلال شن مجموعة من المحاولات، لكن كانت دائما تفتقد للمساء الأخيرة متممة العملية بالنسبة لمحاولات الجيش الملكي. لكن الوداد في المسابقات أو المباريات التي لعبها في الأونة الأخيرة لا في دوري السوبر ليغا الإفريقي وكذلك في عصبة الأبطال الإفريقية دائما كنا نشاهد فريق الوداد في الشوط الأول يعطي الأفضلية للخصم يلعب بدفاع، شاهدنا في مباراة الترجي في الإياب في نصف النهائي كذلك في سان داونز في النهائي تتلعب خارج ملعبك يعني حتى لو كانت خطيرة فهي لا الملاحظة أنه في هذه الظرفية اللي هي صعبة بالنسبة لفريق الوداد تكلمنا على ثلاث هزائم في أربع مباريات الأخيرة فخلات أنه المدرب يدير واحد ثورة في اللاعبين بمعنى أنه تكلمنا على الرزنامة اللي كانت يعني مبالغ فيها يعني بالنسبة لأي لاعب، هنا اللاعب كيوصل للإجهاد كيوصل للتشبع، ربما هنا غلط مدرب الوداد لما يمكن في استعمال العبارة اللي قال شبعوا هما تشبعوا يعني شبع كاين اختلاف بمعنى أنه تنهك حتى دينيا مباريات ضخمة، وتصور أنك تنتهي بمباريات ضخمة تدوز كانت مباراة اللي مفروض مع الفريق البوتسواني جالاكسي أنها تكون مباراة لاسترداد الأنفاس، بالعكس فيها خدوا فقدوا الثقة أكثر وأكثر. لهنايا فقط نعطيك مثلا يعني الإجهاد النفسي اللي عند لاعبين الوداد بالإضافة إلى الفترة اللي هي فترة انتقادات من الأنصار أنه الدقيقة الأولى في مباراة كبيرة ما اكتملتش دقيقة فريق الجيش عنده فرصة كبيرة، يعني لا يعقل أنه مضوبة دفاعية ترتكب هذاك الخطأ بهذاك الشكل ويلقاو هنا يرجعوا ونقولوا بأنه هالتغييرات اللي دارت ما بيناتش أنه ربما بلاعبين جدد ماشي جدد راهما عادة كيلعبوا أنه الفريق يحيا في المردود ديالك اللي لاحظنا أنه كاين تلعتهم في البناء، يعني بالعكس فريق الجيش الملكي أنه شفنا عمل فرص لما كان كيتكلم على مشاهد الخطورة بالفعل مشاهد الخطورة هي أكثر عند فريق ديال الجيش الملكي. حنا نشاهدوا الأرقام وإحصائيات هذا الشوط ونكملوا الحديث على مجريات الشوط. سي محمد الإحصائيات فكيف تكلمنا كانت الأفضلية والاستحواذ لفريق الجيش الملكي التسديدات المؤطرة
تسديده للجيش الملكي، تسديده واحده غير مؤطره كذلك للجيش الملكي، اربع زوايا او ركنيات شاهدنا يعني كانت افضليه بالنسبه لفريق الجيش الملكي. حتى البطاقة الصفراء، ثلاث بطاقات صفراء لفريق الجيش وواحدة للوداد. أتذكر أنه كانت 10 دقائق وتكلم يعني ناقل المباراة لأنه 70% كانت الكرة بالفعل يعني الوداد حتى يعني أول تمريرات اللي كانت بينهم حتى الدقيقة 11، وهذه مغامرة يعني كتلعب مباراة صعبة مع فريق الجيش الملكي خاصة تأخذ زباب الأمور. وهنا تكلمنا أيضا لما شرتي على حريمات وشرتي اللاعب جبران، تكلمنا على أهمية أنك تدور تربح معركة الوسط في وقت اللي كما قلت لك الوداد اليوم اللاعبين ما حسيناش بهم انه هذيك الشخصيه من خلال امتلاك الكره، كي جات فترات عاد تحسنوا نوعا ما، لكن بدو يكون بدون ما تكون مشاهد الخطوره في الجهه الاخرى بالعكس. لذلك انه كنت تم اختاريت مجموعه ديال المحاولات راه نشاهدوا واحده بالفعل من هذه اللقطات. اللاعبين ديال الوداد اليوم بمعنى انه لاعبين الوسط ما كاينش، هذه هي اللي الدقيقه يتصور دقيقه يعني اكتملت دقيقه انك تلقاها التباعد اللي كاين ما بين خطوط الوداد في الدقيقه الاولى راه لا يعقل. انا كتبين بان اللاعبين ماثر فيهم انتقادات، ماثر فيهم الظرفيه الى اخره، لا يعقل. هنا اللي رجعنا اللي تكلمنا كذلك حريمات ويحيى جبران بن عبيد وكذلك المطيع الحارسين المتالقين، هنا كان دور كبير ليوسف المطيع، ربما هذا الكره كانت تغير من مجرى المباراه. صحيح صحيح، لأنه لو سجل فريق الجيش الملكي معنويات كترتفع بالإضافة للوداد عارفين الوضعية صعبة، إذا هنا غادي يبدا واحد الأداء اللي ربما يكون أسوأ من الأداء السابق. لكن هنا كنرجع للاعبين ديال الوسط، اللاعبين ديال الوسط ديال الجيش الملكي كانوا كيعطيو حلول عكس فريق الوداد اليوم، هنا اللي خلات أنه كيكونوا كرات طويلة يعني حتى هذه فرصة يعني غنتكلموا عليها ربما ثلاث فرص اللي كان ممكن أنها. فاللاعبين ديال الوداد اليوم خصوصا لما كتكون الكرة في الخلف اللاعبين ديال الوسط ما كانوش كيعطيو حلول. هنا كنتكلموا على ديك يعني لاعبي الوسط خصو يبين واحد لا ديسپونيبيتي جاهز انه يتوصل بكره حتى ولو كان لاعبي الجيش. ربما هذا ربما تكلمتي الافضليه لفريق الجيش الملكي في هذا المعطل لانه فريق الوداد ربما غايب عليه نقدروا نقولوا رقم 10 بالنسبه للفريق. شفنا كذلك الدراوي وكذلك يحيى جبران كيقوموا بالدور الدفاعي ديالهم بشكل الجيد افتكاك الكره، لكن من يوصل الكره للحتيمي وكذلك الهوني او فبالتالي فعاليه لم تكن. هو فريق الوداد الرياضي علاش تكلمت عليه باش قلت بانه الفريق اللي كان خطير هو فريق الجيش الملكي وتسجل، وهذه بزاف ديال المباريات تتوقع. هذا لا يعني بانه فريق الوداد الرياضي ماشي في المستوى الكبير، فريق الوداد الرياضي هذا الشوط هذا ما كانش دار، ولكن الاهم كانت هي الفعاليه ديال الضربات. رجعوا يعني بالنسبه لوسط الميدان، وسط الميدان ديال فريق الجيش الملكي كان احسن من ناحيه يعني البدايه الهجمه، وايضا حتى داك التمريرات بين اللاعبين عكس فريق الوداد الرياضي كما تكلم سويد كانوا دائما يلعبوا الكرات الطويله، والكرات الطويله دائما كانوا تجي عند الدفاع يعني ديال فريق الوصول بين الخطوط كان غايب بالنسبه لفريق الوداد، كانت الافضليه لفريق الجيش الملكي. بالفعل كل من يتابع الوداد كيتكلم على هذه النقطه ديال غياب وتكلمنا عليها في مباريات سابقه. نشوفوا نصر الدين النبي وكذلك عادل رمزي قراءتهم للشوط الثاني من خلال مجريات الشوط الاول. سي محمد سهيل عبد الواحد الشمامي سنعود بعد نهايه الشوط الثاني والمباراه ككل، مباراه الكلاسيكو بين الوداد والجيش الملكي. مشاهدينا ننتقل واياكم الى الملعب البلدي في مدينه القنيطره والشوط الثاني من مباراه الجيش الملكي والوداد الرياضي، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. agencedirect.ma فتحوا حسابكم بالمجان و100% في الانترنت. الو جلال فين اخويا؟ صافا بخير كلشي مزيان الحمد لله. لا ديجا بدلتهم، درت لي بنو ديال لاصا. لاصق معك في اي بلاصه.
كيف بغيتي يكون تكبر الاحلام؟ يكون فيه شويه من كل شيء. شويه من الزين، شويه من الظرافه، شويه من الصحه، شويه من الفلوس، شويه من الفورما. ولا شويه من كل شيء. شاجي تكبر في نجمه جوج وهنينا كاع. ولا وهنيا. تابعي في الهضرة والانترنت مع نجمة جوج اللي فيها كل شيء. استفدوا من سيمانة ديال المكالمات والانترنت ابتداء من 5 دراهم. إنوي معكم كل يوم. المحرك هو قلب سيارتكم، كل كيلومتر كيعطيكم نبض والانطلاقه اللي كيخليوكم تزيدوا القدام كل يوم. باش يكون اقوى ويدوم اطول، عطوه الجهد اللي محتاج مع الغازوال الجديد باور ماكس امبلسيون تكنولوجي. كينظف المحرك ديالكم في اقل من 5 البلانات اللي كيضمن انه يعطي اكثر مردوديه وباحسن ثمن. عطيو نبض جديد لسيارتكم في محطه افريقيا. افريقيا منبع السعاده. مع شروق كل يوم جديد قارتنا كتمشي بعيد بينا بكم بكل واحد فيكم. جا الوقت باش تبينوا بالصح شنو بين يديكم. حلم بقلبك ورسم بعقلك ثقافتك بلادك وقارتك. حلم بغدا كيف ما بغيتي، حيت وقت ما بغيتي بلادك تشوفها كيف ما تمنيتي. ضحك للدنيا تحداها، عيشها وبين ليها، بدع في كل خطوة وعبر بكثر من كلمة. العالم بلا حدود اللي حلمتي به اليوم كيحلك يديه. نعود إليكم من جديد مشاهدينا الكرام في كل مكان لنستأنف التعليق على تفاصيل الشوط الثاني من عمر هذه المقابلة التي تجمع بين فريق الجيش الملكي وفريق الوداد الرياضي. مقابلة اللي كيبحث من خلالها كل طرف من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وأيضا من أجل الفوز بثلاث نقاط. نذكر بأن الجولة الأولى انتهت بهدف واحد مقابل شيء، هدف ديال اللاعب يحيى جبران اللي تمكن من الوصول المرمى ديال الحارس مهدي بنعبيد من نقطة الجزاء، وبالتالي 1-0 نتيجة اللي انتهت من خلال الجولة الأولى في انتظار انطلاقة الشوط الثاني من عمر هذه المباراة. جيش ملكي الوداد الرياضي واحدة من المباريات القوية، وهناك مباريات عديدة يعني غادي نتابعوها يعني قوة الوداد الرياضي. أيضا المولودية الوجدية ما نساوش أيضا سرع اللي غادي يكون بين فريق النهضة البركاني وأيضا فريق أولمبي الأسفي، وأيضا التنافس اللي غادي يكون بين الأندية الوطنية. إذن قلنا على أنه سيناريو من السيناريوهات المفتوحة اللي تخلينا أننا نترقبوا الجولة الثانية يعني بريدية بين الطرفين. هذا الحضور الجماهيري ديال فريق الجيش الملكي الذي يؤتت مدرجات الملعب البلدي لمدينة القنيطرة، الذي أبى إلا أن يكون حاضرا وأن يساند يعني فريقه في هذه المقابلة. يعني مباراة هنا بمدينة القنيطرة، والأنظار ستتجه كما قلت بعد لحظات إلى 45 دقيقة. نتمنى أن مقابلة يعني تعطي كل الكواليس ديالها بين الطرفين. ترقب وأيضا انتظار. نذكر بأنه فريق الوداد الرياضي اللي كيخوض تفاصيل هذه المواجهة وهذا اللقاء بتحديده أمام فريق جيش الملكي. قبله كان هنالك العديد من المباريات، وخاصة العودة إلى تفاصيل الدوري الاحترافي، فكانت هنالك أيضا مجموعة من المباريات القوية اللي خاض من خلالها فريق الوداد الرياضي 6 ديال المواجهات، وهذه المقابلة 7، ف4 ديال الانتصارات، تعادل وحيد، هزيمة وحيدة، ف13 نقطة في جبهته. نذكر بأنه الهدف اللي سجله يحيى جبران هو الهدف رقم 11 لفريق الوداد الرياضي هذا الموسم. فيما فريق الجيش الملكي فالهدف اللي دخل في شباكه في الجولة الأولى فهو الهدف رقم 8
اللي استقبلوا فريق الجيش الملكي طوال المباريات اللي خاضها هذا الموسم. إذن في هذه اللحظات يلج إلى رقعة الملعب الطاقم التحكيمي الذي يقود هذه المقابلة حمزة الفريق أيضا ياسين كوبا ثم أيضا ياسين الدميري الطاقم التحكيمي الذي يخوض أو يقود هذه المباراة. لاعبي ديال فريق الوداد الرياضي الآن دخلوا لرقعة الملعب في انتظار لاعبي ديال فريق الجيش الملكي أيضا أنهم يدخلوا لرقعة الملعب. انتظارات يمكن نقول بأنه كبيرة من الجولة الثانية ديال الطرفين والفريقين معا. أمل كبيرة الجولة الأولى يمكن نقول بأنه أيضا العملية الهجومية الطريقة اللي جات من خلالها المحاولات الهجومية ديال الطرفين فكانت تتسم بالنبية تتسم ببناء الهجومي. كان هنالك حذر بين فين والأخرى لاحظنا الرجوع للخلف والقيام بالتغطية من جانب فريق الجيش الملكي وأيضا من عناصر فريق الوداد الرياضي الشيء اللي خلانا أن نشوف الهدف في الأنفاس الأخيرة من عمر المقابلة. إذا هي لحظات وسندخل وإياكم في تفاصيل الشوط الثاني. الآن مجموعة من لاعبي فريق الجيش الملكي كيلتحقوا برقعة الملعب. إذا غادي نعيشوا غمار الجولة الثانية وأيضا سنتابع التنافس. إذا نترقب لمعرفة كيف سيكون المشوار في هذه الجولة الثانية بين الطرفين يوسف المطيع وباقي اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي. فاحنا في انتظار أيضا أننا نشوفوا كيفاش غادي تكون المهمة سواء من جانب المهاجمين أو أيضا ستكون المهمة ناجحة من جانب المدافعين. إذا هي لحظات وسنعرج إلى 45 دقيقة خاصة بالجولة الثانية. حوار بين العميد حريمات الآن وحكم المواجهة حمزة الفريق. حديث أيضا بين العربي ناجي وأيضا زوير مرور. هل تكون هنالك تغييرات على ما يبدو؟ ترقب لتغيير إذن في انتظار تأكيد. ننتظر صافرة الحكم المعلنة على انطلاقة الشوط الثاني من هذه المباراة. إذن تغيير نفسه فريق الوداد الرياضي تغيير كيجي في هذه اللحظات دخول لاعب أنس سرغات لرقعة الملعب ويغادر هذه المباراة سفيان الحناش. هذا هو التغيير اللي كنتابعه الآن مع انطلاقة هذه الجولة الثانية. إذن لمن التحق بنا في هذه اللحظات وستعطى انطلاقة الجولة الثانية بين فريق الوداد الرياضي وفريق الجيش الملكي بعد نهاية الجولة الأولى بهدف واحد مقابل لا شيء لصالح فريق الوداد. الآن الحكم حمزة الفريق يعلن على انطلاقة الشوط الثاني من عمر هذه المقابلة. كرة لصالح فريق الوداد تحضير على مستوى خط الدفاع إشراك الحارس مطيع تبريرة أرسن زولا البحث على لاعب سامبو في خط الوسط. لمسة يد الحكم كينتابا لمسة يد الماضية وبالتالي تماس لصالح فريق الجيش الملكي. مخالفة كتجي لعناصر فريق الوداد الرياضي. جبران كيلعب الكرة ديالو الجهة اليسرى ينزل بهذه الطريقه من حمد الهوني بكل هدوء تمريره داخل منطقه الجزاء الراسيه البحث عن اتمام هذه الكره ومباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. اول كره في الزاويه مع انطلاقه الشوط الثاني من عمر هذه المباراه. دور كبير كيقوم به انور الترخات مكان اللاعب الصوابي ابرز عنصر غائب على التركيبه الدفاعيه لفريق الجيش الملكي. لاحظونا الترخات تعامل مع هذه الكره مباشرة إلى خارج الخط الخلفي وبالتالي زاوية. نصر الدين النبي يفكر في الحلول. كرة في الزاوية منتصر الحتيمي يستعيد للتنفيذ على يسار الحارس
مهدي بن عبيد إذن زاوية لصالح فريق الوداد الرياضي تنفاد كرة مبية البحث عن رأسية تغطية من جانب الدفاع رجعت مرة أخرى لطول القعبة ديال العربي النجيف على مستوى الإبعاد تحضير من حمد الهوني برجل اليسرى مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب لاحظنا بأنه البحث على الكرات السريعة والانطلاقة السريعة كرة من فريق الجيش الملكي عن طريق مرور مرور في اتجاه ايمانويل كيرجع الكره ديالو ترخات مرور كره اماميه الانزال بهدوء من عملود وفي اخر المطاف اعاده الكره صوب الحارس مالي بن عبيد كرة في خط الوسط بداية الآن من جانب جبران تعامل مع هذه الكرة جهة اليسرى أحمد حمودان تماس لصالح فريق الجيش الملكي إيمانويل يلعب كرة ديالو مع العميد حريمات كيرجع كرة ديالو لخالد ايت اورخان لاعبي ديال فريق الجيش الملكي كيرجع الكرة للخلف بشكل كثير طويل هذه الكرة بعيدة للجهة المقابلة تدخل وإعادة الكرة من جديد لرقعة الملعب حريمات كرة في خط الوسط كرة أمامية محاولة من جانب حمزة يكفان عملية ديال الاختراق والمرور الحكم يعلن عن مخالفة لصالح فريق الجيش الملكي قريبة بعد 20 متر الجزاء في الوقت اللي كنشوف هنا بطاقة صفراء بطاقة صفراء في هذه اللحظات تدخل ديال السرغات إبعاد الخطر أمام انطلاقة ديال اللاعب إيكمان لاعب سريع إيكمان لاعب عنده إمكانيات جيدة تدخل اللي جا من جانب سرغات اللاعب اللي دخل في الجولة الثانية إذن كرة ثابتة الآن من جانب فريق الجيش الملكي اختبار حقيقي لقدرة الحارس يوسف مطيع وإذن تغطية دفاعية ديال فريق الوداد الرياضي خالد أيتورخان يستعد للتنفيذ مجموعة من اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي كيكونوا الجدار لمنع هذه الكرة إذا كرة ثابتة تنفاد بعيدة تماما إلى خارج الخط الخلفي للملعب أعطي حول ما يمكن أنه يأطر الكرة ديالو لعب الكرة الماضية مشت مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب إذا كرة لصالح فريق الوداد الرياضي ضربة مرمى ضربة مرمى لصالح فريق الوداد ونشوف هنا تأطير الكرة مشى بهذا الشكل كرة كضيع كتصبح مرة أخرى هجمة مرتدة مضادة للجيش الملكي صويبة مباشرة إلى خارج خط خلفي الملعب ضربة مرمى أحمد حمودان اللاعب اللي حاول ما يمكن أنه يستغل الكرة بشكل سريع لتأدية الكرة بعد ذلك صويب برجل اليمنى مباشرة كتمشي الكرة ديالو إلى خارج الخط الخلفي للملعب لاعبي ديال فريق الجيش الملكي يبحثون عن الكرات السريعة اللي بالإمكان الاستفادة منها الحكم الرابع معلم في حوار مع مندوب المباراة وفي الوقت اللي الحكم الآن حمزة الفارق في حوار مع المدرب نصر الدين نبي إذن مشوار هذه المباراة هل يستأنف الآن Thank you.
مباراة متوقفة في هذه اللحظات، حوار إذن بين الحكم ويحيى جبران في الوقت اللي مدرب فريق الجيش الملكي كان عنده حديث مع الحكم حمزة الفارق. حليمات طلب من الجماهير بعد الهدوء ايضا المدرب نصر الدين نبي مدرب سابق اليونغ افريكان سبورت المريخ اسماعيلي عديد من الفرق التاليه. اذا ستسالف تفاصيل هذه المواجهه كرة عند يوسف المطيع يستعد لتنفيذ هذه الكرة تنفذ أمامية افتجاه سامبو تغطية من جانب مارور إيمانويل أسرع خالد أيتور خان بناء العملية الهجومية من جانب فريق الجيش الملكي إيجمان إنزال تحضير ديال إيجمان العملية الهجومية محاولة اختراق ودخول الحكم كيدخل كيقول هنالك مخالفة على مشارف منطقة الجزاء كتجي مخالفة لصالح فريق الجيش الملكي. لاحظوا المكان ديال الخطأ إيجمان في عملية ديال المراوغة كان أمامه أيضا يحيى جبران سقوط ديال إيجمان كيخلي الحكم أنه يعلن على مخالفة حمزة إيجمان 21 سنة اسم يبحث لتألق أكثر فأكثر رفقة كتيبة فريق الجيش الملكي ضربة خطأ الكرة ثابتة كرة ثابتة خلف هذه الكرة هذه المرة خالد أيتور خان لأنه قبلها كانت هنالك كرة ثابتة نفذها اللاعب الهبطي مجموعة من اللاعبين القيام بالصد إذن غادي نتابعوا هذه الكرة أيتور خان خمسة ديال اللاعبين في الجدار تنفذ هذه الكرة تصطدم تعود من جديد ومباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب إلى خارج الخط الخلفي للملعب تغطية دفاعية ضربة مرمى تأتي من جانب فريق الوداد الرياضي تنفذ في خط الوسط براس أنس سرغات يحيى جبران يستفيد من الكرة يعيد الدفاع نارسون زولا يمرر في اتجاه حمد الهولي يستفيد من هذه الكرة عملية مراوغة مريرة داخل منطقة الجزاء بحث عن سامبو ولكن أقرب منها لاعبي فريق الجيش الملكي حريمات الآن حريمات كيغير في اتجاه إيمانويل إيمانويل كيحاول يمرر ولكن كتصطدم بمنتصر الحتيمي العملو تمرير أمامية في اتجاه سامبو ولكن الحكم المساعد شهر راية معلنا على تسلل تسلل لصالح فريق الجيش الملكي لاحظونا الانطلاقة عملية ديال الانسلال ديال سامبو كرة من جديد لصالح فريق الجيش الملكي ناجي إيمانويل انطلق كيبحث على الاستفادة من هذه الكرة في الجهة اليسرى ولكن ضاعت له الكرة العملود يسعد لتنفيذه مباراة بهدف واحد مقابل شيء العملود يسعد لتنفيذ تمس سامبو تمريرة بعيدة أقرب منها حارس مرمى مهدي بن أبي هذا تماما تفاصيل الجولة الثانية حذر سيد الموقف الجيش الملكي يصبو
العودة في النتيجة. فريق الوداد الرياضي يريد أن يغلق كل المساحات ويبحث عن هدف الاطمئنان. وبين هذا وذاك يستمر المشوار. إكمان ينطلق حمزة إكمان تمريرة أمامية دخول داخل منطقة الجزاء. محاولة ماذا يقول الحكم باستمرار اللعب. الحكم يقول واصل كرة من حريمات. حريمات يغير تماما للجهة اليمنى. عملية هجومية انطلاقة والبحث عن التمرير. البحث عن فرصة داخل منطقة الجزاء من الأرض. تمريرة والحارس. الحارس في المكان المناسب يتمكن من إبعاد الكرة الماضية. يتمكن من إبعاد خطر كان بإمكانه أن يكون وشيكا على معترك فريق الوداد الرياضي. كرة في الزاوية. قبل ذلك حكم يطلب عدم التنفيذ الانتظار من الجهة اليمنى. من الجهة اليمنى إذا كرة تنفذ من جديد بشكل سريع لفريق الجيش الملكي. تمريرة داخل منطقة الجزاء الرسمية. داخل منطقة الجزاء وهدف تعادل. هدف التعادل من جانب فريق الجيش الملكي يحضر في هذه اللحظات عن طريق العربي الناشي. يفرح هذا المدرب نصر الدين نبي. كرة لعبة داخل منطقة الجزاء 1-1. النتيجة المسجلة. شوفوا هنا الإعادة. طريقة ينزل هذه الكرة داخل منطقة الجزاء. تمريرة بالرأس والإتمام من جانب العربي الناجي. عملية هجومية ستدخل للتدقيق من غرفة الفار. وفيها انطلاقة وفيها إتمام وفيها إتمام لمشوار هذه الحملة الهجومية من جانب العربي الناجي الذي يضع الكرة في المرمى معلنين أن الهدف الأول لفريق الجيش الملكي في مقابلة اليوم هدف التعادل الذي يأتي في هذه اللحظات. عربي الناجي 32 سنة لاعب الجيش الملكي. الوقت اللي هنا حمزة الفارق المتابعة يطلب الهدوء التريث في انتظار معرفة القرار النهائي من غرفة الفار تأكيد لمشروعية الهدف من عدمه. إذن التمحيص سيكون حاضر. تعامل مع مباراة اليوم مع لقاء اليوم مع التنافس الذي تابعنا وإياكم في هذه المباراة في هذا اللقاء انطلاقة الجولة الثانية. العملية الهجومية من جانب فريق الجيش الملكي. عربي الناجي كان للكرة الماضية بالمرصاد حول مسار صوب المرمى. إذن ننتظر القرار عند حكم مباراة اليوم حمزة الفارق. يطلب الهدوء والتريث في حوار مع عميد فريق الجيش الملكي حريمات. إذن سنتابع على الصورة يظهر حمزة الفارق. على الصورة يظهر حكم مباراة اليوم والذي ينتظر أن يتم تحليل اللقطة الماضية. ياسين بوسليم وأيضا عبد الله شطو في غرفة الفار. لازال في حوار لازال في حديث لازال في حوار وفي حديث. كانت عملية هجومية رأسية بعد ذلك نزلت الكرة أمام الحارس يوسف المطيع. صباط للكرة كان لاعب الناجي يتمكن من وضعها في المرمى. إذن ننتظر القرار النهائي. أمر طبيعي. إذن حكم المباراة يقر بمشروعية الهدف الماضي وبالتالي تعادل. هدف داخل كل مرمى. هدف داخل كل مرمى وسيستمر المشوار. سيستمر المشوار. شوفوا هنا اللقطة. شوفوا هنا خط ريشا خط الوهمي الماضي. تابعناه من غرفة الفار. كرة من الناجي ملعوبة أمامية العملود الإنزال حمد الهوني. انطلاقة عملية هجومية
البحث عن دراوي. تمريره شاديه ديال اليمنى ايمانويل اسرع ينطلق بهذه الكره. احمد حمودان حمزه يكمان حمزه يبحث عن المرور تعود يكمان تمريره دفاع الوداد متماسك يبعد كل خطر منتصر الحتيمي ينطلق تغطية وإبعاد الخطورة من جانب إيمانويل. كرة في تماس تعود مرة ثانية صوب الحارس مهدي بن عبيد. واحد واحد تغير أشياء عديدة في المباراة تعيدنا للتعادل وسيبحث كل طرف لأن يكون حذر على المستوى الشق الدفاعي فيما العملية الهجومية بالإمكان الاستفادة منها في أي لحظة. كرة ملعوبة من جانب فريق الشيء الشمالكي من إكمال عملية المراوغة والمرور أحمد حمودان للاستلام وقبل هنالك صافرة معلنة عن مخالفة تأتي من جانب فريق الشيء الشمالكي المندفع الذي يبحث عن الحلول. الصفراء الثانية على ما يبدو تسير لتكون من نصيب لاعب فريق الوداد الرياضي جمال حركاس يتلقى البطاقة الصفراء في هذا التدخل وبالتالي سيكون هنالك نقص عددي. هذا ما يظهر في هذه اللحظات. نعم يغادر هذه المباراة جمال حركاس بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية الشيء الذي يجعل الوداد بنقص عددي. جولة ثانية بمعطيات لم يتوقع أي لاعب أي شخص من جانب فريق الوداد الرياضي. إذن نقص عددي في صفوف فريق الوداد يقابل بحث من أجل الدفاع من جانب فريق الجيش الملكي. إذن ننتظر تنفيذه. جمال حركاس كان مشى لدكة الاحتياط الشيء اللي انتبع له الحكم وطلب منه انه يغادر رقعة الملعب. اذا نشوف هنا اذا الان يغادر جمال حركاس. تفاصيل هذه المقابلة سيستهدف اللقاء. كرة ثابتة خالد أورخان يسعي للتنفيذ داخل منطقة الجزاء تغطية من سامبو ومباشرة إلى خارج الخط الجنبي. تماس تماس لصالح فريق الجيش الملكي. إيمانويل أحمد حمودان إيمانويل كرة أمامية الجيش عملية ديال التمرير منتصر ضعت له ماشي يعيد الكرة لزوير مرور تغطية دفاعية حريمات تمريرة ناقصة شيء عند منتصر تيمي إلى خارج خط الجانب الملعب. نصر الدين نبي الآن سيقوم بتغيير يخرج أحمد حمودان من تفاصيل هذه المواجهة ويفسح المجال لدخول لاعب سحزوح كبديل لامين زحزوح. يعاني من الم المنتصر الحتيمي انه ما تكونش اصابه مؤثره. معطيات بدات كتضاح اكثر في نديه هذا اللقاء. هدف داخل كل مرمى بطاقه حمراء بتنافس مستمر في هذه الجولة الثانية. هنا كنشوفوا منتصر الحتيمي اللحظة اللي سقط فيها. ستستهدف المواجهة تماس السعيد للتنفيذ. أيوب العملود لاعبان اثنان قادمان في تركيبة فريق الوداد الرياضي. كرة أمامية
براس التقية. حديثنا على سيف دي بورا وأيضا على حضور بوسوفيات. كرة نمسوا خط الأمامي. عملوت عملوت تمرير تعود من جديد في خط الوسط. دراوي ما تمكنش من الكره ديالو. خالد ايتور خان كيقوم بالمراوغه. انطلاقه هجوميه هجمه مرتده في الجهه اليمنى. محاوله اتجاه الهبطي. الهبطي كيتمكن من الكره. مراوغه عمليه ديال الاختراق البحث على التصويب ولكن في اخر المطاف الكره كتمشي مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب زاويه لصالح فريق الجيش الملكي. الحكم شادي يتنبه التغيير ديال جوج ديال اللاعبين صوب فريق الوداد الرياضي. الانظار المتجهه صوب بوسوفيان. نشوف هنا كره تنفاذ بشكل سريع ومباشره الى خارج الخط الجانبي للملعب. كيستمر المشوار. اذا تغيير في هذه اللحظات يسعد للدخول لاعبي هشام بوسوفيان اللي غادي يكون مكان اللاعب سامبو. هذا هو التغيير الاول. سيف الدين بوهرا مكان سامبو. التغيير الثاني بوسوفيان مكان منتصر الحتيمي. هذو هما التغييرات اللي كتجي في هذه اللحظات. سامبو اللي كان وراء الحصول على ضربه جزاء لفريق الوداد الرياضي واللي يلعب بحثا عن الحلول الهجومية. 24 سنة. كرة ملعوبة الآن جهة اليسرى. إيمانويل ينزل من زوير مارور. إيمانويل كيقوم بالمراوغة. انطلاقة هجومية من فريق الجيش الملكي. كانت محاولة ضائعة من زحزوح. رجعت عند حريمات عربي الناجي جهة اليمنى. نيدا وصول الكرة من جانب ترخات. الهبطي ترخات مرة أخرى. رجع كرة ديالو في خط الوسط. مارور الناجي. مارور تمريرة الجهة اليمنى. هذه عملية هجومية للجيش الملكي. محاولة داخل منطقة الجزاء. هنالك تغطية من جانب دفاع وإبعاد للخطر. رجع الكرة عند حمد الهوني. رجع الخلف. كصعوبة لإخراج هكذا كرات من جانب فريق الوداد الرياضي. إذا الحصول على تماس. حمد الهوني يستعد. حمزة إكمان يبحث عن الحلول في الخط الهجومي. متابعة جماهيرية كبيرة للجماهير التي تدفقت على الملعب البلدي هنا بمدينة القنيطرة لمتابعة هذا اللقاء. على ذكر الملعب البلدي أكيد أنه يعرف صحوة جيدة لفريق النادي القنيطري. فارس سابو ياما قدم مباريات قوية وجيدة. كرة مرة أخرى دراوي. دراوي انطلاقة على مستوى خط الوسط. بداية لبناء العملية الهجومية في اتجاه سيف الدين بوهرا. بوهرا حافظ على الكرة ديالو. قام بالمراوغة. رجع الكرة ديالو لجبران على خط الدفاع. يعيد الكرة مباشرة صوب الحارس مطيع. أخذ ورد بين اللاعبين لتمريرة أمامية. بحث على العملود الأقرب مرور. حريمات قام تمريرة ضائعة. سيف الدين بوهرا بشكل سريع كيتمكن من الكرة. تمريرة أمامية. محاولة على المستوى الخط الأمامي وخروج الحارس المادي بن عبيدة اللي كيقوم بالمهام والأدوار الدفاعية أمام الانطلاقة اللي كانت ديال لاعب بوسوفيان. تمريرة الجهة اليمنى يعني انطلاقة من المفيد. هذه كرة أمامية. محاولة لاستلام هذه الكرة. خروج الحارس مطيع في الوقت المناسب. غادرت الكرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب. هبطي كيلعب الكرة مع حريمات. كرة من جانب فريق الجيش الملكي. الهدوء في بناء العملية الهجومية. مارور ناجي
كيرفع كره في اتجاه ايغمان. سمره العمليه الهجوميه من جانب فريق الجيش الملكي. الهبطي يحاول يوصل الكره ولكن كيلقى هنالك تغطيه دفاعيه جيده. صعود ديال بوسوفيان وايضا سيف دي بورا، جوج ديال اللاعبين اللي بامكانهم انهم يلقاو الحلول على مستوى الخط الهجومي من جانب فريق الوداد. ترخات ضغط فريق الجيش الملكي في هذه اللحظات. مرور حافظ على الكره ديالو بعيد على ايكمان. تغطيه من سولا. ارسن يلعبها لمطيع. حريمات دراوي كيحاول ما امكن انه يحصل الكره ديالو ويوصل ليها في اخر مطاف. كيحصل على لمسه يد كره لصالح فريق الوداد الرياضي. لاحظوا دخول ديال زحزوح ومحاولة ديالو من اللمسة الماضية. إذن كرة لصالح فريق الوداد الرياضي. يستعد للتنفيذ يحيى جبران. عنده حمد اللوني الجهة اليسرى، بوسوفيان في الأمام من الجهة اليمنى. سيف دين فورا يستلم. سيف دين ما تمكنش من كورتو. إيمانويل يوقف الكرة يرجع عن الخلف أمام عيون الحكم المساعد. دراوي براس ناجي استخلاص انطلاقة بوسوفيان. إنزال في اتجاه سيف دي بورا. كاين انسجام كبير واضح بين اللاعبين. إيمانويل كيتمكن من أخذ الكرة كسباق الكرة الماضية إلى خارج الخط الجانبي. رجعت من جديد لصالح فريق الوداد الرياضي. العملوت يحافظ على كورتو. لاحظوا كثيريه العملوت، الرغبه ديالو الجامحه باش انه يحافظ على الكره ديالو. اخر مطاف كتمشي الكره الى خارج الخط الجانبي الملعب. تماس للوداد. زحزوح على الصوره. تامين الجهه اليسرى فريق الجيش الملكي. الكره عند العملوت. سيف دين بورا رجع الكره ديالو الخلف. تغطيه من ارسن سولا. بحث على يحيى عطي طلع. ينطلق بالكره ديالو من الجهه اليسرى ومباشره للتماس. كره اماميه باتجاه حمد الهوني. حمد الهوني وتمريره رجعت مره ثانيه من جانب فريق الجيش الملكي. اعتماد على المرتدات. حمد الهوني عمليه المراوغه. مرور الحكم كيقول وصل لاعب. انطلاقه هجوميه في اتجاه من في اتجاه ايكمان. ايكمان كيحصل الكره ديالو براس. تمريره في اتجاه زحزوح. كينطلق بالكره ديالو من الجهه اليسرى امامه جوج ديال اللاعبين في التغطيه الدفاعيه وفي اخر المطاف الى الزاويه. زاويه للجيش الملكي على يمين الحارس يوسف المطيع مع القيام بمهام دفاعيه جد ناجحه من جانب يوم العملود. انطلاقه ديال لاعب زحزوح. التمريره كانت سريعه من خاطفها من جانب اللاعب ايكمان. اذا كره في الزاويه تنفاد. القائم الاول رجعت عند ايمانويل. يختار الكره ديالو زحزوح في الجهه اليسرى. رجع الكره ديالو في خط الوسط. لاحظوا ما كان تواجد المهدي بن عبيد. كره من ترخات. جبران كيهدأ من الكره الماضيه. كانت تمريره ولكن كانت خاطئه. محاوله فرصه فوق المرمى بسنتيمترات قليله. فرصه من الفرص اللي تحت فريق الجيش الملكي. لاحظوا ايكمان كيفاش لعب هذه الكره دائريه وفوق المرمى بسنتيمترات. تصويبه وتمريره في نفس الوقت. الشوط الثاني يقال انه شوط المدربين نظرا لمعاينه المعطيات الخاصه بالجوله الاولى. تموضع طريقه لعب الخصم. الان شوفوا نتيجه 1-1. كاين خطا كاين تدخل. ايمانويل سقط على ارضيه الملعب. سيف دين بورا يجد نفسه يتلقى بطاقه صفراء بعد التدخل الماضي.
إذن ضربة خطأ. سيف ديمبورا يحصل على بطاقة. تلعب هذه الكرة من ناجي مارور. كيراوغ لاعب العربي ناشي جال يسرى انطلاقة ديال زحزوح. زحزوح كيحافظ على الكرة ديالو يبحث عن المراوغة. تمريرة تمريرة في اتجاه حريمات. حريمات انزال ديال الكرة بهذا الشكل. سويبا ممتازة سويبا ممتازة كان بالامكان انها تكون في المرمى. البراعة في التسويبة ديال اللاعب حريمات والبراعة في التصدي ديال الحارس يوسف المطيع اللي ازاح خطر كان محقق على معترك فريق الوداد. فلاحظوا هنا التصويبه بطريقه جيده من جانب حريمات وتصدي ايضا رائع من جانب يوسف المطيع. كره في زاويه تلفى داخل منطقه الجزاء. تعود براسيه من زحزوح. تغطيه من سرغات اتجاه حمد الهوني. انزال ينزل الكره ديالو بغى يقوم بالمراوغه ما مرش الكره. مهدي بن عبيد كيخرج كره. حريمات الآن مارور زحزوح أيتور خان كل هدوء. حريمات كيرجع كرة ديالو المارور. كرة عند ناجي. حريمات في خط وسط دفاع بعض الشيء من عناصر فريق الجيش الملكي. تمريرة أمامية محاولة ديال الانسلال ولكن هنالك لمسة يد. الحكم كيقول كرة لصالح فريق الوداد الرياضي. المنفذ يحيى جبران. اسم قادم في تركيبة فريق الوداد الرياضي. الاستعانة ستكون لحمزة الركراكي. سيف الدين بورا حمد الهوني. كرة في خط الوسط سرحات. حافظ على الكرة الماضية صرات. سيف الدين بورا تمريرة خط الوسط جبران. دراوي بحث على الانسلال عن تمريرة في العمق كترجع من جديد لصالح فريق الوداد الرياضي. إذن غادي يجي تغيير في هذه اللحظات. يغادر هذه المباراة لاعب فريق الوداد الرياضي حمد الهوني. على الصورة حمد الهوني يفسح المجال لدخول حمزة الركراكي من جانب فريق الجيش الملكي. يستعين بخدمات لامين دياكيتي لدخول لهذه المباراة مكان من. سيتم تأخير التغيير على ما يبدو. سيتم تأخير التغيير للمدرب مجرد ما لاحظ التغيير ديال فريق الوداد الرياضي سارع لإعادة لامين دياكيتي. كرة من داخل منطقة الجزاء. تغطية وتصدي من جانب الحارس المهدي بن عبيد. كرة الجيش الملكي انطلاقة هجومية اعتماد على الهجمات المرتدة المضادة. الاعتماد ايضا على الكرات اللي بامكانها انها تعطي حلول بشكل هجومي. كره من مارور. ترخات مفيد يرفع كره جانبيه داخل منطقه الجزاء. عمليه الابعاد وفي اخر مطاف الى خارج الخط الخلفي للملعب. ضربه مرمى لصالح فريق الوداد الرياضي. إذن هدأ الجولة الثانية من هذه المباراة التي تسير نحو آخر 10 دقائق متبقية على نهاية وقتها القانوني. النتيجة المسجلة 1-1. تنفذ في خط الوسط. حريمات بالراس انطلاقه بهذا الشكل. الجيش الملكي مارور يحاولوا ما امكن انهم يتقدموا للامام. انزال من العملود
يبحث على سيف الدين بورا ليدا عليه الكره بالراس من زحزوح. خالد تورخان كان يريد استثمار الكره ماضيه ضاعت له. ناجي مرر زحزوح، زحزوح يحافظ على الكره ديالو اختار الجهه اليمنى. انطلاقه عمليه هجوميه جانب فريق الجيش الملكي الان. نهبطي كره في الخط الامامي خالد ايت اورخان، اورخان يحافظ على الكره تمريره داخل منطقه الجزاء عمليه ديال الابعاد مره اخرى كيحافظ عليها ايت اورخان. كره الجيش ايمانويل يلعب تمريره جانبيه داخل منطقه الجزاء بحث الاستفاده من الكره الثانيه. غياب لاعب اللي بامكانه يأطرها تعود لتكون للوداد. وسفيان خط وسط انطلاقه تمريره من مفيد، مفيد جهه اليمنى هابطي، هابطي حافظ على كورتو ومباشره دفاع انقاذ الموقف ازاحه كل خطر ممكن. كره مره اخرى عمليه هجوميه زحزوح جهه اليمنى الهابطي، هابطي كيرفع كره داخل منطقه الجزاء تغطيه من دفاع ديال الوداد. هنا وبوسوفيان جوج ديال اللاعبين كينتظروا الفرصه الصالحه للقيام بهجمات مرتده مضاده. كره الجيش الملكي يضغط الان عمليه هجوميه اتجاه مفيد دخول داخل منطقه الجزاء والحكم كيقول ضربه مرمى لصالح فريق الوداد الرياضي. لاميديا كيتي الان يستعد للدخول لهذه المقابله مكان زكريا الهبطي اللاعب اللي غادي يغادر تفاصيل هذا اللقاء. ايضا هنالك دخول لاعب علاء الدين اجراي الذي يستعد للمساهمه في هذه المباراه رفقة فريق الجيش الملكي. الهبطي يحاول من الجهه اليمنى على الدين اشراي اذا استعداد لدخول مكان حمزه ايغمان. حمزه ايغمان اذا هو اللاعب اللي غادر هذا اللقاء. حاول في الخط الامامي مجموعه من المحاولات اتيحت لهذا اللاعب شاب صاعد ينتظر مستقبل كبير رفقه فريق الجيش الملكي. اذا كره لعناصر فريق الوداد تنفاد. بودو ركراكي تمريره العملود، العملود سيف الدين بورا كيترك الكره كتمر مرور حريمات تمريره اماميه عمليه هجوميه محاوله دخول داخل منطقه الجزاء. اجراي كينزل الكره ديالو كيحصر كره تمريره جانبيه بحته راسيه محاوله فرصه وهدف، هدف لصالح فريق الجيش الملكي، هدف طريقه جيده داخل منطقه الجزاء. كتجي كره بهذا الشكل بهذه الطريقه هذه طيبه قويه من خالد ايتورخان يضع الكره في المرمى. تلعبات الكره يعني ممكن نقول بمترابطات صغيره الجيش الملكي وقع الهدف الثاني. غادي نتابعوا الاعاده الطريقه اللي جات من خلالها الكره الماضيه. لاحظونا تمريره لانزال ديال علاء الدين اجراي نزل الكره بشكل ممتاز ثم بعد ذلك صويبه كتجي بهذا الشكل من راسيه ثم الموقع هو خالد ايت اورخان مفيد على مستوى التمرير وبالتالي هدف، هدف التقدم جوج ديال الاهداف مقابل هدف واحد، هدف ديال فريق الجيش الملكي. خالد ايت اورخان فرحه كبيره بعد توقيعه هذا الهدف. نتيجه اذا تتغير هنا بالملعب البلدي بمدينه القنيطره جوج ديال الاهداف مقابل هدف واحد. انتظار اكيد تمحيص من غرفه الفار لصحه الهدف من عدمه وامر طبيعي بعد اي هدف كيتم التاكد من اخر الكره خرجت الملعب لجانب من الحضور جانب من الجماهير المتابعه المواكبه لتفاصيل هذه المباراه. على الصوره كان يظهر حكم المواجهه حمزه الفارق نعم الذي ينتظر كما ننتظر نحن ايضا نصر الدين النبي المدرب اللي تلقى بطاقه صفراء بدوره في مباراه اليوم. الان
تغييرات المعطيات عنده، تغييرات الأمور عنده. جوج الأهداف مقابل هدف واحد على بعد 4 دقائق على نهاية الوقت القانوني لهذه المقابلة. إذن ننتظر القرار النهائي. هناك استعداد من أجل الدخول لرقعة الميدان. زين الدين دراك ينتظر. إذن يغادر هذه المباراة مسجل الهدف اللي سجل منذ لحظات هدف تقدم لفريق الجيش الملكي خالد أي تورخان، ويفسح المجال للاعب زين الدين دراك للدخول لرقعة الملعب. من جانب فريق الوداد الرياضي عادل رمزي يستعد لإقحام الشرقي البحري ليكون لاعبا على أرضية الملعب بعد لحظات. دقيقة 87 أي تورخان يغادر، زين الدين دراك يدخل لرقعة الملعب من جانب فريق الوداد الرياضي اللي نذكر بأنه منقوص العدد بعد الطرد ديال المدافع جمال حركاس. إذن الشرقي البحري يدخل مكان لاعب زكريا الدراوي، هذا هو التغيير صوب فريق الوداد الرياضي. ولازلنا ننتظر القرار، قرار الحكام. إذن حمزة الفريق نعم يقر بمشروعية الهدف الماضي، هدفين مقابل هدف واحد، النتيجة المسجلة والتي سنتابع باقي تفاصيلها في دقائق هذه المباراة. سيفتين بورا يلعب الكرة هذه أمامية، تحضير على مستوى خط الأمامي، رجع سيفتين بورا، سرغات، سرغات يلعب الكرة ديالو الجهة اليسرى، زولا إنزال من الركراكي، الركراكي يلعب الكرة مع مطيع، مطيع يبحث عن بناء العملية الهجومية في خط الوسط، اتجاه من تغطية من إيمانويل الأسرع كينطلق من الجهة اليسرى زحزوح، ولكن تصدي ديال الركراكي يزيح الخطر الماضي. على الصورة الركراكي تأمين المنطقة الدفاعية. إذن تغيير الآن صوب فريق الجيش الملكي. إيمانويل انطلاقة هجومية في اتجاه حريمات، حريمات تمريرة ديالو في اتجاه زحزوح، زحزوح كيحافظ على الكرة ديالو يبحث على التمرير، زحزوح ماذا يفعل؟ يرفع كرة أمامية دخول داخل منطقة الجزاء، حريمات عميد الفريق داخل منطقة الجزاء، تغطية من جانب الدفاع وكاين هنالك سقوط. الحكم يقول واصل للاعب، كرة عند زحزوح، زحزوح كيقوم بتمريرة بالرجل اليمنى في اتجاه حريمات، حريمات مراوغة، تمريرة داخل منطقة الجزاء، فرصة، هدف آخر لفريق الجيش الملكي، هدف للاعب لامين دياكيتي. الجيش الملكي يسجل ثالث أهداف في عملية هجومية، ممكن نقول بأنه دفاع ديال فريق الوداد الرياضي انهار تماما على مستوى الشق الدفاعي، الشيء اللي خلى فريق الوداد يعني يتلقى الهدف الثالث، ثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. لامين دياكيتي يضع الكرة في المرمى مستفيدا من خطأ على مستوى التغطية الدفاعية، لاحظوا هنا الكرة حريمات قام بمراوغة تمريرة داخل منطقة الجزاء، استفد من الكرة بشكل ممتاز لامين دياكيتي، لاحظوا هنا كرة جات بهذا الشكل بهالطريقة هذه، حريمات تمريرة جانبية ودياكيتي كيوضع كرة في المرمى. ثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد المسجلة هنا في الملعب البلدي بمدينة القنيطرة. الهدف اللي كيجي من أول لمسة ديال اللاعب لامين دياكيتي اللي دخل منذ لحظات كبديل. واحدة من المباريات اللي تابعنا فيها الشوط كبير، وايضا تابعنا فيها 4 ديال الاهداف كامله. لاحظوا جماهير ديال فريق الجيش الملكي كيف تتفاعل مع هذه المباراه، كيف تتفاعل مع هذا اللقاء. 7 ديال الدقائق من الوقت بدل ضائع ليضيف الحكم كوقت بدل ضائع في هذه المقابله. اذا نذكر بان الوداد هو من كان سبقا للتسجيل، بعد ذلك رجع فريق او فريق الجيش الملكي اللي انطلق في هذه المباراة على مستوى التدفي وتواصل المشوار بين الطرفين. يحيى جبران اللي كان سجل الهدف الأول من نقطة الجزاء في الأنفاس الأخيرة من الجولة الأولى، وبعد ذلك رجع فريق الجيش الملكي بحثا عن الحلول. كرة أمامية
تلعبات من جديد لصالح فريق الوداد. الوداد تمريرها للجهه اليسرى بهذا الشكل هذا، كترجع من جديد لصالح فريق الوداد الرياضي في خط الوسط. بداية لبناء العملية الهجومية من الجهة اليمنى، البحث على أيوب العملودي حول يمر، كانت لمسة، الحكم يقول وصل لعب، تمريرة مسيف ديبورا داخل منطقة الجزاء بحثها الرأسية، الشرقي البحري ما تمكنش من حصر كرة ماضية، كرة من جديد لصالح فريق الجيش الملكي من الجهة اليسرى، كانت هنالك تغطية من جانب الركراكي، ثم بعد ذلك تحضير صوب العملود، هناك سقوط أحد اللاعبين على المستوى القاع تاع الملعب، نتمنى ما تكونش إصابة مثيرة. إذن التغطية اللي كانت على مستوى الشبكة الدفاعي، جمالية سقوط لاعب مفيد ساقط على أرضية الملعب. نذكر كما قلت بالأهداف ديال هذه المباراة، يحيى جبران تمكن تسجيل الهدف الأول من نقطة الجزاء، بعد ذلك جاء هدف تعادل من جانب فريق الجيش الملكي العربي الناجي، ثم استمر الصراع بهدف ديال خالد ايتور خان قبل ان يسجل لامين دياكيتي الهدف الثالث. 7 دقائق اضاف الحكم كوقت بدل ضائع، مرت من تقريبا زهاء 3 دقائق، مشوار هذه المباراه لا زال مستمرا. لاحظوا جماهير ديال فريق الجيش الملكي سعيده هنا بالمدرجات باصوات تصدح بشعارات فريق الجيش الملكي. اذا دائما نترقب استئناف مجريات هذه المباراة، مشوار لا يزال مستمرا بالنسبة للطرفين خاصة على مستوى الدوري الاحترافي. الوداد الرياضي أيضا سيدخل في سلسلة من المباريات المؤجلة، وبالتالي سيبحث من خلالها لتحقيق نتائج إيجابية. إذا مفيد ينقل إلى خارج رقعة الملعب في الوقت اللي سيتم استئناف تفاصيل هذه المباراة. نذكر بأنه 19 هدف تم تسجيلها من جانب فريق الجيش الملكي هذا الموسم. كرة تلعب سيف تيمبورا، عملية هجومية، محاولة من أجل الاختراق والدخول داخل منطقة الجزاء، الحكم كيقول وصل لاعب، رجعت مرة ثانية نمو ودادية، عملية ديال خطف الكرة الماضية، ترخات يلعب كرة ديالو لامين دياكيتي، دياكيتي حاول ينطلق، قبل ذلك هناك صافرة من الحكم معلنة على مخالفة، مخالفة لصالح فريق الوداد الرياضي. جماهير سعيدة، جماهير اليوم التي سندت فريق هادي الرمزي في متابعة دقيقة. مهدي بن عبيد يحاول ما امكن يعطي تعليمات خط دفاعي لفريق الجيش الملكي، وسفيان والاستعداد للتعامل مع هذه الكره، كره ثابته. اذا الحكم كيعطي الاشاره لتنفيذ ابو سفيان، كره داخل منطقه الجزاء، الشرقي البحري راسيه الجهة اليمنى، جبران تمريرة داخل منطقة الجزاء، وهنا تغطية من جانب الدفاع، تغطية من جانب الدفاع، مشوار مستمر متواصل، الوداد يبحث عن الحلول الهجومية في الأنفاس الأخيرة من مباراة اليوم، البحث عن طريقة لتبديل الفريق. بو سفيان يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء في غياب متمم للعملية، جبران الأسرع تعود من جديد لتكون من جانب السرغات، اتجاه بو سفيان ينزل كورتو، انزال ممتاز من بو سفيان، مراوغه ويحصل على زاويه مره اخرى، زاويه لصالح فريق الوداد الرياضي. إذن على يسار الحارس مهدي بن عبيد، كتجي الزاوية ترفاد، قائم الأول دائما، تغطية سرغات
يرفع كرة صويبة ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. كانت محاولة الصويب المباشر، كرة مشات مباشرة إلى خارج خط الخلفي للملعب بكل هدوء. الآن لاحظوا مهدي بن عبيد كيساعد للتنفيذ، كياخذ الوقت ديالو كافي. كرة تنفاد خط وسط، حكم كيدخل كيقول هنالك عملية دفع مخالفة لصالح فريق الجيش الملكي. شوفوا هنا اللقطة، تدخل ديال اللاعب ركراكي أمام على دينا جراي، تنفاد هذه الكرة في الجهة اليسرى. وفي هذه اللحظات يعلن الحكم على نهاية تفاصيل هذا اللقاء بانتصار فريق الجيش الملكي أمام فريق الوداد الرياضي بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. النتيجة التي تأتي عقب هذه المباراة بعد أن عاد فريق الجيش الملكي في المقابلة وتمكن من سجل الأهداف ديالو يعني بقوة أمام التغطية الدفاعية ديال فريق الوداد الرياضي. إذا بهذه الإحصائيات أودعكم مشاهدي الكرام، شكرا على حسن المعاينة والمتابعة، نلقاكم في قادم المواعيد الرياضية إن شاء الله من عند اللي يحييكم. إلى اللقاء. عيش حماس الماتش مع البطولة كويزي لينوي المساند الرسمي للكرة المغربية. إنوي معكم كل يوم. عيش حماس المباراة مع بانك أوف أفريكا، قارتنا مستقبلنا. كلاسيكو الدوري المغربي انتهى لصالح فريق الجيش الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. الوداد كان سباقا للتسجيل في نهاية الشوط الأول من ضربة جزاء والمواقع يحيى جبران، لكن العربي الناجي سيعدل لفريق الجيش الملكي بهدف في حدود الدقيقة 58. بعدها فريق الجيش